أحمد عذاب وهو أستاذ تربوي خرج مع ابنه البالغ من العمر 10 سنوات أثناء سيرة في الشارع، تم التعرض إلى من قبل أشخاص يستقلون سيارة، قاموا بضربه واختطافه تحت تهديد السلاح أمام أنظار ابنه. بالرغم من الاعتداء وتم الاختطاف يعني ما طول كثير، تم تركه ينزف في الشارع حتى تمكن من الوصول إلى المستشفى. طبعا ضمن هذا التقرير اللي أعدلنا إياه مراسلنا وليد الصالحي هنالك مشاهد للكاميرات، كاميرات المراقبة، كيف تمت عملية خطف هذا التدريسي أو الأستاذ. خلونا نشوف. شكرا مازن. لوكيشن جديد من محافظة كربلاء. طبعا في اليومين الماضيين حدثت عملية خطف وسط محافظة كربلاء وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لكن الحقيقة اليوم ستظهر معنا في هذا اللوكيشن أنه العملية ليست عملية بين أقارب وإنما عملية خطف من أشخاص لا يعرفهم المخطوف بعد خروجه من المستشفى بعد ما تعرض لكثير من التعذيب ويعني الضرب من قبل الخاطفين. راح يتحدث لنا بتفاصيل أكثر وشنو جرى معه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اسمك كريم وأريدك تحكي لي شنو اللي صار وياك بالضبط. الأستاذ أحمد عذاب حسين علياوي الكناني، أول الإشاعات التي ظهرت في هذه المدة القصيرة قبل 3 أيام أو 4 أيام أنه يصلني بقرابة، لا يصلني بأي قرابة، ما عندي أي اتصال معه ولا قرابة، أنفي هذا الموضوع نفيا قاطعا. في الساعة 9:30 ذهبت إلى البيت أنا في حي الصحفيين مع ابني الصغير عمره 10 سنوات، والآن في حالته غير مستقرة. ابني أدعو من الجهات أن تأخذ بحق هذا الطفل. ما ذنب هذا الطفل؟ شاف عملية خطف قدامه؟ بيلي شاف عملية خطف وسلاح سيارة، 3 أشخاص يحملون سلاح مسدس وقام بضربي في هذه الجهة اليسرى براسي، والحمد لله نحمد الله شكرا أن الله بعدها. أخذوك بالسيارة؟ نعم أخذوني بالسيارة وكان النزيف شديد. بعد الكلام الشاد هو معاهم، هو يتكلم مع السائق يقول له لا يموت ذبة ذبة لا يموت ونبتلي، والحمد لله عبالهم أنا متت. ومن خلال خروجي وذبوني من السيارة ابني لا رجع للبيت، لأن هاي الحادثة قريبة على البيت تقريبا. ما أخذوه؟ لا ما أخذوه لأن ذهب إلى البيت. أي بعدين بأثناء هم عبالهم أنا متت لأن الضربة قوية. ذبوك بالشارع؟ بالشارع قريبا بنزين خانة الوزني. أي وبعدين أطلقوا رصاصة داخل السيارة حتى جامة السيارة الخلفية تهشمت كلها تكسرت. حتى يبعدون الشبهة؟ لا هو يريد حتى ينهوني يريد يخلصون من عندي. والحمد لله والشكر أنا في الشرف بقناتكم الموقرة، وأشكر مديرية شرطة كربلاء وكذلك مكافحة أجرام كربلاء، وأشكر السيد المحافظ على تعاونه، و أسأل من الله أن يبعد عن محافظة كربلاء من هؤلاء الفجرة الفسقة المجرمين. أنا في كلامي تفضل. منين ذولا عرفتهم شنو شيردوا من عندك؟ أنا أعرف الشخص واحد، هو شخص واحد هو هذا ضربني المجرم، أما البقية ما أعرفهم. منو هذا؟ مجرم معروف الحمد لله. أن إن شاء الله إن شاء الله القوات الأمنية سوف تعرف أكثر إن شاء الله. وأسأل من الله أن يحفظ محافظتنا محافظة كربلاء من هؤلاء. وهذا أنا في رأيي هذا ليس أول حادثة يعملها معي. لازم عنده سوابق. متعرض العمليات قبل بسبب الشخص هذا؟ لا أنا الحمد لله والشكر ما متعرض. أنا إنسان مؤمن أستاذ
صاحب موكب خادم الإمام الحسين، والناس تشهد بذلك. بلي فقدت الوعي بعد وقت من الزمن تقريبا بربع ساعة، هم داخل الحي، أي داخل الحي بربع ساعة تقريبا. الفيديوهات، فيديوهات كاميرات مراقبة توثق طبعا عملية الخطف اللي صارت إليك، أيضا راح نعرضها على شاشة تغيير وبرنامج لوكيشن. شنو رسالتك يعني وشنو مطالبك اليوم أنت كضحية؟ والله مطالبة أنا من الجهات الأمنية يأخذون العقوبة، أشد العقوبة بهذا المجرم في أسرع وقت. في أسرع وقت، لأن إذا لم تتخذ بأسرع وقت ممكن يعمل حادث آخر بعد، إجرام آخر. هي الآن هارب، ونسأل من الله مع التوفيق القضاء تعاون وياك إن شاء الله. إن شاء الله القضاء والجهات الأمنية مشكورة، وتم التعاون معي، وأسأل من الله أن يحفظهم ويحفظ محافظتنا محافظة كربلاء.